التعرف على المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الدولة لتنفيذها على أرض الواقع وما تمتلكه مصر من قدرات تكنولوجية وصناعية حديثة والتي تمثل محل اهتمام وسائل الأعلام الأجنبية ليأتي دور الهيئة العامة للاستعلامات في تنظيم جولة ميدانية للمراسلين الأجانب بمدينة الدواء المصرية بمنطقة الخنكة والتي تعد صرحا طبيا جديدا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. في نهضة وفي تنمية وفي معالجات على أعلى مستوى مش موجودة في الدول. الناس منبهرة، المراسلين الأجانب النهاردة منبهرين من مدينة الدواء. مدينة الدواء النهاردة بتوجد لك الدواء في أي وقت، بيحل أزمات. الحقيقة روعي في هذه إقامة المدينة إنها تكون الحقيقة على أعلى مستوى من التكنولوجيا. كان أهدافها الاستراتيجية تكون أول حاجة تحقيق الأمن الدوائي لمصر، بحيث أن احنا يكون في أوقات الأزمات، في أوقات النواقص، في أزمات زي الجائحة، تكون المدينة متواجدة وتقدر أنها يعني تساعد. مدينة الدواء المصرية تشمل معامل حديثة وماكينات تعمل بشكل إلكتروني متكامل لإنتاج الأدوية التقليدية و15 خط إنتاج بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنوية. المستحضرات بتخضع لجايدلاينز معينة عشان تقدر تنزل السوق. احنا عشان نقدر احنا ننزل مستحضر بيبقى ليه فاليديشن معينه، بيبقى ليه ستابيليتي معينه، بيتحط في ظروف عشان نقدر ان احنا نضمن ان هو لما يروح للمريض يروح بافضل جوده وافضل فعاليه. مرحله عندي مرحله البريبريشن او التحضير، وهي مرحله تحضير الباودر. بعد كده بنخش مرحله الكومبريشن، دي الباودر بيجي بحوله هنا للتابلتس، مسؤوله بقى ان هي تطلعه بالحجم المناسب والوزن المناسب بالسمك المناسب عشان اوصل في الاخر الجرعه اللي انا عايز اوصلها للبيشنت بتاعي. مراحل إنتاجية عديدة تمر بها صناعة الدواء في هذه المدينة الدوائية الجديدة، والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها مطلع إبريل الماضي لتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار وتوفير علاج دوائي عالي الجودة. تعد مدينة الدواء المصرية من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح مركز إقليمي جاذب للشركات العالمية وتنفيذ خطة الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتوفير إنتاج آمن من الدواء للمواطنين وفعال. من مدينة الدواء المصرية، أحمد ممدوح، النيل.